في ليلة عيد الموسيقى شكر خاص لمعالي السيد الوزير الأول أو على هذا الانتباه الجميل وعلى هذا الإلحاح على خلق هذه اللحظة الموسيقية التي نتمنى أن تكون رائعا أو رائعة. اليوم العالمي للموسيقى فرصة كي نقول لكل موسيقيات وموسيقي هذا الوطن العزيز عيدكن وعيدكم رائع. فضاء أخضر لكي تفتح المواطنين ولكي تفتح الساكنة ديال أكادير من بعد الحديقة ديال بن زيدون والحديقة ديال عبد الرحمن اليوسفي، اليوم الحديقة ديال أولاو اللي تعودت من جديد وفي صبغتها الجديدة، وغادي تكون حديقة أخرى إن شاء الله الأسبوع المقبل. يعني هاد البرامج ديال الحدائق وديال الإسباس فير كيكون متنفس بالنسبة يعني الساكنة، وكذلك كيعطي واحد الجاذبية المدينة ديال أكادير اللي كتشوفوا بأن مدينة في إطار البرنامج ديال التنمية اللي بغاه سيدنا لهذه المنطقة، أنه الحمد لله المدن ديالها يعني الطرق ديالها كتغير والشوارع ديالها كتغير يوما عن يوم شهر عن شهر. وشفنا اليوم يعني الساحة الكبيرة هنا في طلبوج اللي قمنا بإحداث السينما، وشفنا كذلك السوق ديال طلبوج اللي تحسن واحد العدد ديال المرائب اللي هما كذلك تبدلوا. فمدينة تسير إلى الأمام بفضل يعني المجهودات اللي قام بها سيدنا لهذه المنطقة وهذه المدينة بالضبط، وإن شاء الله هي الآن تستعد لاستقبال زوار المملكة جاو من الخليل وجاو من المغرب. شكرا لكم. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي، تابونا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.